تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، جرى البحث في العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين. كما أكد ولي العهد خلال الاتصال مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية بما يحقق الأمن والاستقرار. يذكر أنه آخر اتصال هاتفي تم الإعلان عنه أجراه بوتين بولي العهد السعودي كان في 3 مارس. وبحسب موقع الحرة، قال الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدما تقييما إيجابيا للعمل المشترك في إطار تحالف أوبك بلس. وأضاف الكرملين أنهما بحثا أيضا سبل ضمان استقرار أسواق النفط العالمية. يذكر أنه ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 140 دولارا للبرميل في مارس الماضي منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية، وسط مخاوف بشأن فقدان إمدادات النفط الروسي، حيث تجنبت بعض الجهات الشارية للنفط التي تعاقب نفسها الحصول على النفط الروسي بعد العقوبات الدولية على موسكو وفقا للحرة. وفي هذا الإطار، تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي بولي العهد السعودي، واعتبروا أن السعودية أصبحت محور الاتصالات الدولية السياسية خصوصا من القوى العظمى، وقالوا أن المملكة أصبح لها ثقلها الدولي على كافة المستويات. كما توقف البعض عند هذا الاتصال وأشاروا إلى أنه لم يأتي من فراغ، بل من قيادات وشعب وتاريخ وحضارة ورسالة وثقل عالمي وإقليمي ذاتي. وفي وقت سابق، أجرى الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة في 15 أبريل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وبحسب تلفزيون الصيني ووكالة الأنباء السعودية واس، قالا أن بكين تسعى إلى تعاون رفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة. وخلال الاتصال، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة المحوري في المنطقة وبجهود المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. فكيف سيكون دور السعودية في رسم السياسات الإقليمية الجديدة؟ وهل يسعى الكل للتقرب منها بسبب ثروتها النفطية الكبيرة؟ شاركونا في التعليقات.